لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أول تعليق من شقيقة سعاد حسني على وفاة صفوة الشريف. علقت غنجة عبد المنعم شقيقة النجمة الراحلة سعاد حسني على خبر وفاة صفوة الشريف وزير الإعلام الأسبق والذي اتهمته في تصريحات تلفزيونية سابقة وبدون دليل بقتل السندريلا. وقالت شقيقة سعاد حسني في تصريحات خاصة: ربنا موته بأقل مخلوقاته، كل هذا الجبروت مات بأقل مخلوقات المولى عز وجل، سبحانك يا رب، أنت سبحانك المنتقم الجبار. لا يزال الغموض يحيط بملابسات موتها، ليبقى لغز وفاة السندريلا سعاد حسني حتى هذه اللحظة واحد من أهم الألغاز التي أصابت الوسط الفني بالصدمة والدهشة على حد سواء، لترحل وتدفن معها سر رحيلها الغامض. كانت النجمة قد سقطت في 20 يونيو 2001 من شرفة شقتها في الطابق السادس من المبنى الذي تقيم فيه بلندن. جاء في مذكرات سعاد حسني أن صفوة الشريف صور لها 18 فيلما إباحيا خلال فترة تعاونها مع المخابرات المصرية، وأن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي عرض مبلغ 100 مليون جنيه لشرائها، كما أكدت أنها أبلغت حسني المبارك بمضايقات الشريف، وبدلا من إبعادها عنه أرسله إليها في لندن حيث تشاجرت معه وجرحته بسكين. بدأت سعاد حسني رحلتها مع الضابط صفوة الشريف عام 1964 حينما طلبها في مكتبه وفاتحها بشأن العمل معه لخدمة الصالح العام. ووفقا لمذكراتها لم تفهم السندريلا معنى الجملة التي قالها الشريف، فإذا به يفسر لها مقصده لترد هي عليه بصفعة قوية على وجهه. توقعت سعاد أن يكون رد الشريف عنيف، لكنه عرض عليها أول فيلم صوره لها مع صديق فانهارت بعد أن هددها بهدم حياتها الفنية، ومن هنا قررت العمل معه. وقالت سعاد أن عدد الأفلام التي صورها لها صفوة الشريف بلغت 18 فيلما أبيض وأسود، مدة الفيلم منها 15 دقيقة، أعدت في عيادة لهذا الغرض، وبعد ساعات العمل الرسمية كانت العلاقة عادية مع صديق لها. اكتشفت في مكتب صفوة أنه كان عميلا تم تجنيده لاستدراجها بعد أن وضع لها مخدر في الشراب. يقول الكاتب توحيد مجدي أن سعاد حسني ذكرت في آخر فصل من مذكراتها أن القذافي عرض على صفوة الشريف في عام 2000 شراء مجموعة أفلامها التي احتفظ صفوة بنسخة منها مقابل 100 مليون جنيه مصري، فوعده صفوة بالتنفيذ عندما يكون الوقت مناسبا، وأن سيف الإسلام القذافي عاين الأفلام لدى صفوة، فكان ذلك سببا رئيسيا لموافقتها على كتابة المذكرات لتكون دفاعا عن شرفها واسمها أمام عشاقها ضد صفوة الشريف. سعاد حسني سورية الأصل ومصرية الهوى. اعترف صفوة الشريف بتجنيد سعاد حسني ضمن مجموعة كبيرة من نجمات السينما المصرية في الستينيات بغرض استغلالهن في أعمال تتنافى مع الآداب العامة للحصول على معلومات تفيد المخابرات المصرية أثناء فترة حكم جمال عبد الناصر. وبعد هزيمة سنة 1967 والتي أسقطت جهاز المخابرات الذي انتمى إليه تحت اسم حركة يدعى موافي، اعترف الشريف دوره في تجنيد الفنانات وقد حكم عليه بالسجن لما ارتكبه من تجاوزات. في حين نعى علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك صفوة الشريف وزير الإعلام الأسبق، وقال مبارك عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم الخميس: إن لله وإنا إليه راجعون. أسرة الرئيس مبارك تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له بإذن الله السيد صفوة الشريف، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. وتوفي صفوة الشريف وزير الإعلام الأسبق مساء أمس الأربعاء عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الدم.
في حين قالت الفنانة المعتزلة شمس البارودي أن صفوة الشريف رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام الأسبق كان له دور وفضل كبير في خروج مسلسل إمام الدعاة للنور. وأوضحت الفنانة المعتزلة في تصريحات خاصة أنها لا تنسى وقفة صفوة الشريف مع زوجها الفنان حسن يوسف لعرض مسلسل إمام الدعاة الذي تناول حياة الشيخ الشعراوي. وقالت البارودي تعليقا على وفاة صفوة الشريف الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض، الله يرحمه ويغفر له. وتابعت أذكر له وقفته مع زوجي لعرض مسلسل إمام الدعاة عن حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي، حيث كتب السيناريو والحلقات اللواء بهاء إبراهيم، وكان متخصصا في الأعمال الدينية، وجلس مع الشيخ سامي الابن الأكبر للشعراوي وأخذ كل المعلومات المطلوبة. واستكملت قائلة: كان زوجي حسن يوسف ومطيع زايد بالشراكة مع مدينة الإنتاج تعثر في الإنتاج. وقبل عرض العمل في رمضان اعترض الابن الأوسط ورفع قضية لوقف العمل، ولكن صفوة الشريف صمم على عرضه حتى يقول القضاء كلمته. وأضافت الفنانة المعتزلة موضحة دور الشريف في خروج مسلسل إمام الدعاة للنور بعد الأسبوع الأول من عرض المسلسل: وأقر القضاء أن المسلسل لا يسيء للشيخ الشعراوي وأشاد بالعمل وشكر حسن يوسف في قاعة المحكمة. وأكد الشمس البارودي: لو لم يصمم صفوة الشريف على عرض المسلسل لما رأى القاضي أن العمل جميل ولا يسيء للشيخ كما ادعى الابن الأوسط عبد الرحيم رحمة الله عليه وعلى كل أمواتنا. في حين وصف النائب مصطفى بكر رئيس مجلس الشورى الأسبق ووزير الإعلام الأسبق صفوة الشريف والذي توفي أمس الأربعاء أنه حمامة سلام، وقال بكري في عدد من التغريدات له عبر حسابه على تويتر: كان صفوة الشريف صديقا للجميع بغض النظر عن مواقفهم السياسية، وكان دوما حمامة سلام بين الجميع. رحم الله السيد صفوة الشريف وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان. وتابع: رحم الله السيد صفوة الشريف، كان رجل دولة من طراز خاص، لا أحد يستطيع أو أن ينكر دوره في الإعلام والحوار مع المعارضين. لقد اتخذ قرارا جريئا بإنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي وتحمل مسؤوليته، وكان قراره صائبا. في حين نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر حسني ببالغ الحزن والأسى صفوة الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ووزير الإعلام الأسبق الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء. وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في شركتها وإصداراتها التابعة بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم كل محبيه الصبر والسلوان.